مرحبتين بكم مشاهدينا بالجزء الأخير من حلقتنا لليوم من سهرة ليالينا، معي أكيد المتميزة دائما والمبدعة نور الشيباني. نور، طبعا الفقرة الأخيرة زي ما عودتينا بصراحتك وبجرأتك، فنحييك أنك أنت جاوبتي على الأسئلة بكل صراحة وبكل رحابة صدر. لو قلت لك شن تفكري في مستقبلك، كيف يكون مستقبلك؟ نكون فعليا وصلت للنجومية. يا رب إن شاء الله. كلمة توجهها لعائلتك وأحبابك. العائلة دائما تأتي أولا، فهم أول شيء في حياتي كلها. شن جديدك؟ حاليا قاعدين مستمرين في برنامج وعتشو، زي ما تشوفين البرنامج مش موسم، هو مواسم. وحابة نركز أكثر شيء في حاجة واحدة، ما نبيش نقعد نقسم نفسي هنا وهنا وهنا وهنا، نبي نركز في حاجة اللي هو وعد شو باش نعرف نعطي أكثر. طلب أخير مني لين حنختم معك الحلقة، غني نور وجربي إنك أنت تخدمي على صوتك، لأن بجد عندك إحساس حلو وصوتك حلو. تمام. يصير منا والله العظيم، بما أقول لك فيها هذه حتى تحت المشكلة إني نيحة حاولت. لا، مش من أول مرة وتاني مرة، يلزمك شوية شغل باش توصلي للنتيجة المطلوبة. إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقك. إن شاء الله. كنت اليوم ضيفة عزيزة وغالية على قلبي، كلمة أخيرة منك نور. حابة نقول للناس اللي فاهميني غلط، والناس اللي يشبحوا فيا أنا فتاة منحلة، أو يشبحوا فيا إن أنا إنسانة لا ألتزم بالعادات والتقاليد، واللي يشبحوا فيا مستفزة، واللي يشبحوا فيا لا عندي أسلوب ولا منطق، هي هذه مش حنقول جزء من شخصيتي، ولكن هذه شخصيتي. كل إنسان، ما فيش بني آدم كامل، والكمال لله، الكمال لله فقط. يعني كل إنسان فينا عنده جزء، يعني هذه شخصيته. يعني أنا بس تعرفوا شو الفرق اللي بيني وبين غيري، إني أنا طالعة بشخصيتي، طالعة بنور الشيباني زي ما هي، سوى قدام الكاميرا سوى وراء الكاميرا. بس نتمنى أنك أنتم ما تحكموش عليا فعليا، ما تحكموش كيف أنا مفكر أو شيني أنا من داخل. شكلي الخارجي ما عجبكش، هذه خلقة ربي، ربي خلقني هيك. برنامجي ما عجبكش، تقدر تحول القناة وما تتفرجش عليه. تبي تسبني، هذا طبعا يرجع لك، يرجع لتربيتك، وهذه حاجة يعني أنا نقول ربي عينك عليها. بس فعليا الموضوع مش مستاهل الحرب هذه كلها عليا، وديما نقول بيكم نكبر. ربي يحفظك. شكرا. نور، مقولة دائما تقال: الشجرة المثمرة تقذف بالحجارة. أنت إنسانة جريئة وشجاعة وقوية الشخصية، ولديك طموح. إن شاء الله نشوفك يا رب في أعلى المراتب. نور، استمري بما أنك راضية على الشيء اللي تقدمي فيه وقاعدة تبدعي فيه. تحياتي لكم. شكرا حبيبتي، شكرا.